هدول دهبيتين، هدول رح أعطيك إياهم مقابل الشغلة اللي رح تشتغليها. كتر خيركم. بس شو هي الشغلة يا ستي؟ خدي هي السكينة. ليش سكينة يا ستي؟ خدي هي السكينة وخليها معك عملي. خدي اسمعي، بتنفسي كل شي عم قلك اياه بحذافيره. لو عرفاني من اول انه رح اوصل لهون ما كنت اخطيت خطوة واحدة لبيت الآغا. بس يلا، الاثنين أمر من بعض. لو ما نفذت طلبات لمعاد خانه أكيد كنت رح موت، وإن نفذت مطالبها كمان علي أمر من الموت. يا كريم يا رب. أنا سمير جوزك بيحاسبني. مع السلامة. أسود وقلبه أبيض البيت إنجان، أسود وقلبه أبيض البيت إنجان. بلوري يا جزر، خد البنات يا تفاح، خد البنات يا تفاح. تزل كعك، تزل كعك. عود عليك عمي يا كريم يا رب. تازع الكعب مرحبا. أهلا وسهلا يا بنتي، كيفك شيختنا؟ الحمد لله. تفضلي تفضلي. شكرا. تازع الكعب تعرميش. مو على أساس تجي أم صابر تاخدني لبيت الست أم طالب مشان نعمل سكبة رصاص تانية للبنت؟ ايه مزبوط، بس أم صابر مو فاضي وبعتوني أنا أخدك. ايوة تفضلي لحتى ضيفك وبعدين منطلع سوا. إن شاء الله ما عندك حدا؟ لا ما عندي حدا. تفضلي. أول واحد شام الباب مفتوح. سيدي أنا بسطتي ليك هون، أنا اللي شفته. ماشي، بتخليكم جنب الباب ما بتخلوا حدا يفوت. إيه حاضر سيدي، تفضل معنا. أنا لا شو قال إيه شرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير لك أختي، ليش العالم ملمومة هيك؟ مو لقوا الشيخة خديجة مذبوحة جوات بيتها من الوريد للوريد. قولي على أنتي. ما فايدة يا أختي، بس بدي أشوفها. ممنوع يا أخي، ممنوع. قولي على المنزة، قولي على عاطي. ما عرفوا مين اللي ذبحها؟ الشرطة عم تحقق مثل ما لك شايفة. الله لا يوفى مين لابن الحرام. قولي على عاطي، قولي على عاطي. خالتي ديروا بالكم بروحة والجاية ليقوم يستقصدوكم مرة تانية. لا تخافي يا خالتي، بإذن الله ما بصير شيء. مو بعيد يا سيدي، يعني أنا بالأساس ما بدي إياك تطلع من البيت هالكم يوم. أبو يحيى بتحبني ظل قاعد بالبيت مثل حريم يعني؟ أنا عم قول بس بهالكم يوم يا سيدي لبين ما ينعرفوا مين هني وبعدين بتتحرك بأمان. تعرف شغلة يا أبو يحيى؟ أنا صار لازم أحمل سلاحي معي. عم تحكي درر، صار لازم تحمل سلاحها. يلا خلينا نروح. يلا يلا. بعينا خالتي. الله معكم. خاطرك. مع السلامة. والله 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 وال
مال الشام يامو، شو صار بالتومات؟ ليك يامو، خلي صار هي تفصصهم، أنا بدي أسأل زريعة. لا حبيبتي، أنا مو جاي عبالي فصص. ليش مو جاي عبالك بقى؟ أنا من الصبح عم أشتغل. أنا عم أشتغلي يوم كمان. خلص يامو صالحة، فصصي أنت التومان تطيرت عليكي. كأنه تعوقت أم صابر. على حسب ما فهمت إنه الشيخة خديجة عليها عجقة كتير والناس رايحة جاية لعندها طفات طفات. لك إن شاء الله بيكون شفا مريم على إيد الله وإيدها يا حق. الله يسمع منك تقبريني، الله يسمع منك. رح أفتح أنا الباب. يلا روحي يا مروة. هي أكيد خالتي أم صابر وجاية مع الشيخة خديجة. لك تقبريني، خلينا يلا نشهيك. يلا شهيك. نعلق الطبخة على النار. طعميها الشيخة قبل ما تروح. ولي على قامتي، ولي على قامتي، ولي على قامتي، ولي على قامتي. ولك شو في يا مصابه؟ ولك احكي قصفتي ركبنا شو في؟ ولك شو بدي احكي لأحكي؟ ولي على قامتي عليك يا شيخة خديجة، لك ولي على قامتي عليكي. ولك شبهة شيخة خديجة؟ شبهة؟ عم تسأليني شبهة؟ ولي على قامتي عليها، لقوها مذبوحة من الوريد للوريد ودب حميمة، ولي على قامتي. ولي على قامتي؟ مذبوحة؟ لا ولا قوة إلا بالله. ولك شو صاير؟ ولك شو صاير بالحارة هالأيام؟ ولك شو قصة هالذبح؟ شو قصة ذبح الحريم اللي صايرة بالحارة؟ لك والله ما بعرف، والله ما بعرف. لك ولي على قامتي على الوقت اللي وصلنا له، لك ولي على قامتي، ولي على قامتي على هالشوفة اللي شفتها. يا ربي دخيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي على قامتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولي على قامتي. لك شو هاد؟ يا حرام يا شيخة خديجة، يا حرام. ولي على قلبي عليا. آخ على المنظر اللي شفته. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.